مشاهدينا اهلا بكم. ترددت خلال الساعات القليله الماضيه العديد من الاقاويل والادعاءات التي تزعم ان البيض المستورد مؤخرا من تركيا يفسد خلال 24 ساعه فقط، ويجب الابتعاد عنه والحرص على شراء البيض المحلي. أما عن حقيقة فساد البيض، أشار محمد أنور عضو اتحاد الصناعات الغذائية في تصريحات تلفزيونية إلى أن الحديث عن أن البيض التركي فاسد هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا على أن البيض التركي لا يفسد خلال 24 ساعة فقط. ومن جهته أوضح عضو اتحاد الصناعات الغذائية أن الدولة المصرية حريصة على صحة وسلامة المواطن، لذلك تهتم باستيراد الأغذية والمنتجات التي يستخدمها الشعب المصري من أماكن موثوقة، ويتم إجراء الفحوصات والكشف البيطري عليها قبل الاستخدام والتداول، مشيرا إلى عدم وجود أي دليل علمي يؤكد صحة الإدعاءات المزعومة بفساد البيض. كما أكد محمد أنور أيضا على أن البيض الذي يتم استيراده من تركيا يمر بالعديد من المراحل والإجراءات التي حتى يتم تحديد صلاحيته والتأكد من مطابقته للمواصفات، فيمر على تحاليل الجمركية ومن ثم العرض على المعامل البيطرية، وبعد التأكد من سلامة المنتج يتم السماح بالتداول في الأسواق المصرية، ولا يوجد فرق علمي بين البيض المستورد من تركيا والبيض المصري. كما بين أنور على أن اتحاد الصناعات الغذائية يباشر ويتابع المنتجات المستوردة حيث من بداية استيرادها حتى يتم تداولها في السوق المصري، مشيرا إلى أن جميع المنتجات المتاحة بالأسواق المصرية سواء محلية الإنتاج أو المستوردة من الخارج تتمتع بجودة عالية. في ختام حديثه، وجه محمد أنور عضو اتحاد الصناعات الغذائية رسالة لطمأنة المواطنين المصريين بسلامة وجودة البيض التركي الذي يمر بالعديد من المراحل والإجراءات البيطرية من حيث عرضه على المعامل والتحاليل الجمركية والبيطرية وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامته منذ الخطوة الأولى في عملية الاستيراد وحتى وصوله إلى السوق المصري، وذلك تحت متابعة وإشراف وزارة الزراعة. أما عن أسعار البيض في السوق المصرية، فقد انخفضت أسعار البيض بشكل كبير بعد استيراد البيض من تركيا، حيث جاءت أسعار طبق البيض اليوم الاثنين الموافقة 11 نوفمبر لعام 2024 كالآتي: سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 170 جنيها. أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض 153 جنيها في المزرعة ليباع في الأسواق ويصل إلى المستهلك بسعر 163 جنيها. أما عن سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيها ليصل إلى المستهلك في الأسواق المصرية بسعر 165 جنيها. لهنا نكون وصلنا إلى نهاية تغطيتنا. نشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.